मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने तेरी मर्जी ये कैसी तेरी खुदगर्जी मेरे हमदर्द बेदर्दी मैं सांसा हारी हारी मैं रुलदी मारी मारी मैच सिर्फ मेरी है بقدر أقول شيء قول كتير بحب وقت انت بتقليلي انا مرتك طيب فيني اقول شغلي ايه اكيد انت تغيرت انت محظوظ لانك عايش لهلا ولسه كمان رح اعطيك فرصه تضل عايش ولا أنا بالعادة ما بعطي فرصة لأي حدا بيخوني أنا ممنون لإلك شكرا بدك تخلص مهمتك اليوم يا كاسي داري قد غرزي أنا ما أجيت لهون لحتى أقتل حدا أبدا الحقيقة أنا ما بقدر أقتل حدا مرتي بالضيعة ولحالة لهيك أجيت لهون ومعي مسدس وإلا البيك بده يقتلها أبي اللي بعتك لهون إيه إذا ما سمعوا صوت رصاص طالع من هون وأنا عندكم بالبيت الشرطة اللي واقفة برا رح يقتلوني على آخر وأنا ما فيني أعمل شي بس كان بدي أعتذر منكم قبل ما أموت إذا بتقدروا سامحوني في شغلة واحدة بتقدر تعملها إيه أنا جاهز فوراً أي شي بتقلي إياه أنا جاهز سبق وغلطت كتير بحق ممكن تتضايق يا أبي؟ بتقدم شهادتك؟ شهادتي؟ إيه هاد إذا ضليت عايش لوقتها بقدم شهادتي هدول العالم رح يقتلوني ما حد رح يحكي معك أنا رح أنقذك
أنا بعرف أتعامل معهم. بدي شوية وقت بس، مرتي هلا بالضيعة، بس خليني أخدها على مكان آمن. تقدر تروح، بس ليك أنا رح استناك، بتمنى إنك ما تخيبني وترجع. بعدك أستاذ، رح أرجع لعندك. يمكن بهالطريقة هي بخف الحمل اللي على كتافي وبرتاح شوي. استنى، رح تحتاجه. خليه معك. لا تروح من هذا الباب، في باب بالجهة الخلفية. لو سمحت، في مجرم هربان من الشرطة، وحسب المعلومات الواردة قالوا إنه نط على هذا البيت. لا، ما في حدا. أنت متأكد أستاذ ما في حدا أجا لهون؟ إيه أنا متأكد، ما حدا أجا لعنا. نحن لازم نفتش البيت. تفضل فتشوا. أنت اطلع لفوق، وأنت روح على الغرف وفتش منيح. سيدي ما في حدا. لقيت شي؟ لا ما لقيت حدا. امشوا. اللي خلصتوا ان شاء الله؟ شو مشكلتك بالضبط؟ شو في نداء؟ شو القصة؟ والله بدك تسألي بنتك المحترمة شو القصة؟ ليش أنا شو عملت؟ عن جد؟ هلأ أنا اللي بدي أقلك شو عاملة يعني؟ حياتي كلها تدمرت من وراكي، كل حياتي تدمرت. مقضيتها شغل بهداك البيت كل الوقت مثل الخدامة، وفوقها مو عاجبهم عم اسمع ألف تعليق. أنا تزوجت إحسان مع إنه ما كان بدي، ورغم هيك الكل عم يمدحوا فيكي انتي بدالي. بس انا ما طلبت من حدا انه يمدحني قدامك. انتي على طول بريئه، سبحان الله كل شي عم يصير صدفه. نداء روحوا على غرفتكن احكوا هنيك، ابوكي قاعد ما بيصير. يلا بنتي. واذا بابا لازم يعرف بنته يلي دايما بفضلها علينا على شو ناويه. نداء بس؟ ليش كل مرة أنا لازم أسكت؟
ليش ما بتحطوا لحد لإلها هي؟ حياتنا صارت عبارة عن مشاكل بسببها هي، ورغم هيك لساتها الأحسن. شمشير أخذ لبيت لحالة ولسه حضرتها مو رضيانة. هي مقهورة مني لأني تزوجت إحسان بعد ما طلب بابا مني إني أتزوجه. شو شبك؟ ليش ساكتة؟ ولسه عم تلتقي بالسر مع زوجي؟ وكمان عندكن فكرة شي؟ إنه هي هلأ عم تشتغل بنفس المحل اللي عم يشتغل فيه إحسان؟ شي حلو؟ إذا لهي الدرجة بتحبي لإحسان كنت تزوجتي؟ ليش هلأ عم تخربي لي حياتي؟ أكرم؟ أنت ما نمت كل الليل، على القليلة فوت ارتاح شوي. لا، كنت عم فكر روح لعند ريحان احكي معه. هو وعدني يوم عرس بنتي إنه يعاملوها كأنها بنتهم وبعمرها ما تزعل ببيتهم، لكان ليش نداء عم تضل متوترة؟ بدي استفسر. مو حلوة أنت تروح لعندهم وتسألهم هيك أسئلة ببيتهم. عندليب ممكن تتضايق. نداء هلأ متزوجة، أي كلمة منها بطريقة مو مناسبة شوي ممكن تأثر على حياتها. ليش أبو البنت المتزوجة مات يعني؟ بنتي بتضل كل عمرها بنتي أنا. لا، أنا لازم روح وأعرف ليش بنتي عم تضل متضايقة عندهم. أنا برأيي لازم تعطي الموضوع شوية وقت. قدي صار له مارق وقت على زواجهم؟ وأساساً نداء لساتها طفلة ومولدنة، بدها وقت لتتعود. حاولنا نعطي قصة مهك وقت، شو تغير بالقصة؟ أول وحدة من بناتي طلعت من إيدي، بس على القليلة بقدر أنقذ الثانية مو؟ طيب ماشي، تقدر تروح المسا، بس هلأ رح تحكي معه بانفعال، المسا بتكون رقت شوي. لا، ليش لأجلها؟ ليش مو هلأ؟ بدي روح هلأ، هذا بضل بيت طيب. أخي طيب اسمع، أنا رح أجي معك ماشي؟ لا، أنت خليكي هون، أنا بدي أحكي معه لحالها. إذا لهي الدرجة بتحبي لإحسان كنت تزوجتي؟ ليش هلأ عم تخربي لي حياتي؟ أنا من زمان كان لازم أضربك هذا الكف لحتى تتربي، تأخرت شاي. شو رأيك نشرب شاي؟ ما في داعي. لحظة لقلك عندليب، عندليب يعمل لنا شاي أنا وأخي. لا اسمع بلاها، أنا جاي لأحكي معك وبس. ايه سمعت، يلا رح أعمله أنا يلي بعمله، مين بده يعمله لكان؟ أنا بصراحة جاي لأحكي معك من شان بنتي نداء، هي متضايقة من كم شغلة. ما فهمت عليك أخي، نداء قالت لك شي يعني؟ لا بنوب، شو بدها تقول؟ بناتي بيخبوا كل مشاكلهم عني من شان صحتي وما يتعبوني أكتر، بس أنا سمعتها. ليك أنت بتعرف إنه ما كان بدي زوج نداء هلا، بس لأني بعرف إنه جاي لعندك فاعتبرته بيتها التاني، يعني كنت مرتاح؟ إيه حتى نحن كنا مرتاحين أخي، بس الله وكيلك، بنتك عم تعيشنا ظروف صعبة كتير. عندليب تركها تحكي. عندليب أنا لو سمحتي بدي أحكي مع ريحان لحالنا. معلوم هاد حقك أخي، بس إذا بدك تحكي بموضوع نداء ليش لحتى تحكي معه؟ أحكي معي أنا، أنا يلي عم تحملك كل اليوم مو هو، ونحن ما كنا جاهزين للزواج أبدا، بس هو أخوك كان بده يخلصكم من كل المشاكل اللي ببيتكم قام طلعت براس ابني أنا. خلصنا بقى عندليب، أنا عم أحكي معه. إيه ليش ما بتوقف حكي شوي؟ هاد بيكون أخوك وجاي لعنا وجاي بمشاكل بنته، ليش ما بقدر خبره مشاكلنا كمان؟ عندليب تركها، تركها تحكي أخي. اسمع أخي، أول شغلة بس فهمني، بنتك كيف بتروح لعندك هيك وبتشكي لك عني مثل الأولاد؟ أنت فكر فيها،
البنت يلي بتشكي من حماتها تماماً مثل البنت يلي بتشكي من أمها. هي شو ممكن يطلع منها؟ أنا أساساً ولا مرة قسيت عليها بشي بالبيت، بتقضي أغلب الوقت نايمة ومرتاحة بغرفتها، لا دايرة بالها على شغل البيت ولا دايرة بالها على زوجها. إمتى ما طلع براسها بتحمل حالها وبتروح لعندكن وما بتخبرني، وبالأخير فوق كل هاد عم تروح على الجامعة ولسه هي يلي عم تشتكي لكم علينا؟ عندليب خلصنا بقى، أخي ممكن يتعب من هذا الحكي. إيه لكن كان يفكر منيح قبل ما يجي يستجوبنا ببيتنا. حياتنا عم تضل خربانة من ورا بناته، ليش؟ ليش نحن مضطرين نضحي دائما؟ عندليب اسكتي اسكتي. أنا رايح، نحكي بغير يوم إن شاء الله. أخي أنا عندي اقتراح منطقي ومناسب. المرة الجاية إذا بتحكي مع بنتك قبل ما تحكي معنا لو سمحت، بلكي هي بتقدر تفهم عليك أكثر. مع السلامة. أخي شو عملتي أنت؟ صدقني يا سيد النواب، نحن عملنا كل جهدنا بس رغم هيك ما قدرنا نلاقيه ابدا. انا اللي غلطت، وغلطي اني وثقت فيك. سيد النواب بترجاك تعطيني فرصه تانية. اكيد رح لاقي بشي محل، انت بس اعطيني فرصه. فكر منيح، إذا ما لقيت شيرو وقتها رح حطك بمكان ما يكون في مخلوق يقدر يجيب جسدك حتى. مثل ما بتأمر، بالإذن منك. يا أستاذ السيد النواب مانعك من شوفته، إذا بتريد يا أستاذ. ماني رايح من هون قبل ما أشوفه، فهموا. شو عم يصير هون؟ سيدي حاولنا كتير نمنعه بس. أنتوا روحوا. شو جابك؟ اجيت اعطيك اخر تنبيه، اذا اي مخلوق بيحاول يتطلع بمرتي بس تطليعها رح تكون المسؤول عن العواقب. ايه شو رح تعمل؟ ابي انت اكثر حدا بيعرف لأي حد من الجنان ممكن وصل كرمال مهك. لهيك عم وضح لك بعمرك لا ترجع تحاول إنك تأذي بأي طريقة كانت، ولا رح تواجه أكبر خسارة بكل حياتك. بس ليش بابا؟ بعد كل شي صار ليش ما عم تتركنا بحالنا؟ أنا بشو غلطت؟ أنا بكون ابنك
تركت اسمك وثروتك وبيتك وتخليت عن كل هاي الرفاهيات اللي عندك. أنا بحب لامي هيك كتير وما بقدر أعيش بدونها، لهيك عم بطلبه منك طلب. لا تستنفذ صبري، أنا ما بدي شي منك ولا شي. أنت مفكر إنه هذا الحكي التافه رح يطري لي قلبي؟ الخسارة مو موجودة بقاموسي، ولا تعلمت إني أخسر أبداً؟ قبل ما يجي الوقت اللي اقدر شيل فيه هاللعنة من حياتك ما رح ارتاح ولا يهدى لي بال. موهوم بحالك، هذا الغرور اللي عندك ما حيجيب لك غير الإهانة. بكرة بتشوف، شوي شوي رح تخسر كل شي يا أبي. الأيام رح تفرجيك، ما رح يضل لك شي بالنهاية غير الندم على اللي راح. خلي ببالك شغلة واحدة، رح تلاقيني دائما واقف بينك وبين مهك. أنا بحبها من كل قلبي وما رح خلي شي يأذيها. لقائنا الجاي رح يكون بالمحكمة. مساء سهري هري مالو لدي يا ماري ماري، مساء سهري هري مالو لدي ماري ماري، مساء سهري هري مالو لدي يا ماري ماري، مساء سهري هري مالو لدي ماري ماري، مساء سهري هري مالو لدي ماري ماري. بدي أحكي معك بشغلة. بس أنا ما بدي أحكي معك بشي. شوفي مهك، بعرف إنه نضاء غلطت معك وإنه أنت ما عم تسمع. يعني أنا ما بدي أحكي بهالموضوع كله. بس مهك ما عم تفهم شو عم بتقلك. يعني يا كاسي ما عم بفهم شو بده مني أبداً. قلعني من بيته وحرمني من وردته، وبالأخير حتى حرمني من أمي. أنا تحملت كل شيء ورغم هيك مانو مبسوط مني. لا مو منك، هو مو مبسوط من علاقتنا نحن. أنا ما عندي شي بالدنيا غيرك. شمشير
أنت دمرت حياتك كلها كرمالي وقطعت طريق طويلة. ما خطر لك شي مرة تفكر إنه إذا بتتركني حياتك رح تكون أحسن بكتير؟ لسه بدك يعني أتركك عن جد؟ إذا بدي أفكر بالموضوع بعقلي صدقيني رح أحس بوجع. بعد ما خسرت كل شي بملكه كسبتك إلك أنت، حتى ما بعرف إذا كسبتك. بس أنا إنسان بفكر بقلبه، خسران ربحان، غني ولا فقير، القلب ما بيعرف هدول. هذا القلب حبك إلك، حبك كتير. من أول يوم شفتك فيه حبي إلك ما قل ولا شوي. شو أعمل؟ أنا عاجز وبس. أنت قدرت تكسبني. حاول تاكل شغلات مفيدة لصحتك. يا الله أنا شوي شوي على مهلك. أنا خلص خليني أحط لك كاسة تانية. بنفس الطريقة اللي رحتي ركض لتشكي لأهلك علينا، يا ريت تروحي تحكي لهم كمان عن قلة تربايتك. مين قال لك انه اشتكيت عليكم؟ عندليب خلصنا. ليش يعني؟ ولا هي بحق لها تحكي ونحن لازم نضل مسكرين تمنا وساكتين؟ ابوكي اجا امبارح لحتى يدافع عن اميرته، ما خليتي كلمه علينا وما حكيتيها. ها؟ وطيب شيلك منا نحن، حتى زوجك نفسه ما سلم منك. ابني المسكين عن جد خربت حياته بوجودك. خالتي أنا شو حكيت عليكم لأهلي؟ هذا الناقص، أنا أقلك شو حكيتي كمان. ها؟ أساساً ما كنتي حطيتي بهيك موقف بشع هلأ لو أمك عرفانة تربيكي. أنا ما بقبل أسمع ولا كلمة واحدة على أمي. وانت ساكت؟ حلو، آخر زمن والله. الكنة عم ترد جواب بوش حماتة وابنة قاعد وساكت. من شان الله خلصنا بقى، خلصوني من هالحديث. رح أجن من هالكابوس اليومي، عن جد مو طبيعي. ليش هز البدن هاد؟
لك ليش ما عم يشتغل هالمنحوس؟ هالمنحوس ما عم يشتغل وانت اجيتي هلأ. فيك تطمن انا اصلا مو قاتلة حالي اطلع مشوار عليه معه. تقدر تاخذ يلي بتاخذهم معك بالعادة. انا تأخرت وبس بدي توصلني. ماني رايق لرد على هالحكي التافه تبعك، عايفيني منك. وليش ما هي عم تعيفنا بالله؟ ما في شي من هاد، انتي تفكيرك غلط. انا غلطت اني تزوجتك. انت تزوجتني لحتى تطلع قدام البطل المضحي، بس هلأ انت معصب لانه كل خططك فشلت. وقفي. خلي هدول معك، خدي ركشاو وبشك على الجامعة. ها؟ اليوم رح أطلع بكير شوي. ليش؟ أخذت إجازة نص نهار، بدنا نروح لعند المحامي. نحن اتفقنا مع شيرو وقال إنه رح يرجع بعد كم يوم. شامشير رجع فكر بالموضوع، ما في داعي تعمل كل هذا أبدا. نشكر الله كل شي رجع طبيعي مثل ما كان، ما بدي يصير معنا أي شي سيء. ما رح يصير شي سيء، أنا معك عطول. مهيك؟ بدي أحكي معك بشغلة. بس أنا ما بدي أحكي معك بشي. اسمعيني مهيك، بعرف انه نداء غلطت معك وانه انت ما عم تسمع. انا ما بدي احكي بهالموضوع كله. بس مهيك انت ما عم تسمع، يعني شو قالت لك؟ قالت لك ما بدها تحكي معك بشي، روح من هون. هي بنت عمي وهالموضوع بيني وبينها. خلصنا. شو هو اللي بيناتنا؟ بيني وبينك ما في أي شيء، وإذا في شيء فهو بيني وبينه. وأي شيء بيقوله شامشير أنا بقوله نفسه. عم تفهم؟ فهمت ولا لا؟ تذكر هالحكي وإلا شو؟ اليوم الوضع تغير وانت بيتك من ازاز. اذا بتحاول تزعجها رح اكسر لك رجليك التنتين. تتذكرني لساعتني شامشير نفسه. Thank you.
هذا الوقت المناسب لتستغليه فروة. ايه معك حق، هذا الوقت المناسب. اطلع لو سمحت. إذا ضليت عايش لوقتها بقدم شهادتي، هدول العالم رح يقتلوني.